أهلا بكم من جديد. عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشة عمل المعنيين في قطاع البيع والتجزئة حول القيمة المضافة، تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة وضمان تطبيقها بصورة صحيحة. يأتي ذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة في إطار حرص الجهاز الوطني للإيرادات على تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة. التحول الرقمي مشاهدينا وعلوم المستقبل هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل عن طريق الاستفادة من التطور التقني الحاصل الكبير لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل. هذا التحول مشاهدينا سيتطلب إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويتواصل بها الناس وطريقة الاعتماد على التقنيات المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العلمية. ولهذا تواصل الدول والشركات الكبرى بالسعي للتوسع في هذا المجال. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف خبير النشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حجي. مساء الخير دكتور جاسم، وفي البداية ما هي توقعاتكم حول تطورات التقنيات الذكية وعلوم المستقبل خلال العام القادم 2020؟ شنورك أحمد. طبعا بشكل سريع بكون هناك يمكن 5 إلى 6 مجالات راح نتكلم عنهم، نشوف فيهم تحولات جذرية مثل النص التنبؤي. طبعا هالشيء موجود من كذا سنة لكن نشوف الموجود لوقت الآن في خلال دمج مع الذكاء الاصطناعي قد نصل إلى دفعة يعرف عليها الذكاء الاصطناعي ما تريد أن تكتبه قبل أن تفعله. إذا تم استخدامه بشكل صحيح قد يساعد ذلك المستخدمين على الموبايل أبس وغيره على تسريع كتابتهم بشكل كبير ويكون مفيد بشكل خاص لأولاك اللي يعانون من صعوبات جسدية تجعل الكتابة صعبة بالنسبة لهم. مور ثانية راح نشوف كثير من مع الأسف تقنية التزييف العميق الديب فيك اللي تكلمنا عنه في حلقات السابقة خلال 2019، لكن مع التطورات التكنولوجية هاي بيتطور ويكون لنا مشاكل أمنية. وكمان راح نشوف الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت يتطور ويكون يجب علينا لمراقبة أخلاقيات وشيء بيسمونه بالإنجليزي روبو إيثكس. تطورات ولكن الأكبر أو الحدث الأكبر يكون للحسب الكمومية اللي بنعرف الكوانتم كومبيوتر اتجاه آخر مع 2020 وتقدم في حسبة الكمومية وذكاء الاصطناعي. تعود الحسبة الكمومية بأحدث ثورة في العديد من الجوانب علوم الكمبيوتر. يمكن استخدام الشحن الذكاء الاصطناعي بشكل خارق في المستقبل. تحمل الحسبة الكمومية بطولة الأمل في تحسين السرعة ورفع كفاءة التوليد. نعم دكتور، بالحديث عن هذا الموضوع بالتحديد، هل برأيك سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في الانفاق على التحول الرقمي حول العالم؟ ويمكن أعطيك بعض الأرقام عن التطورات في 2020. نعم، ممكن في الشرق الأوسط وأفريقيا بيكون حوالي 163 مليار دولار بحلول 2020، وأكثر الانفاق بيكون في المملكة العربية السعودية ما يقارب 35%، وفي الإمارات العربية المتحدة 20% حسب آخر إحصائيات من شركة الغارتنر. وفي إدارة المخاطر ونفس الشيء في إدارة أمن المعلومات ممكن يكون أكثر من 2.5 مليار من الانفاق. وفي البحوث في مجال تقنية المعلومات في 3 سنوات القادمة الشرق الأوسط ارتفع أكثر من 15%. نعم، هناك بالتأكيد اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي وأكيد سيزيد هذا الاهتمام سنة بعد سنة. خبير النشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حجي، شكرا جزيلا لك.
قامت منصة فسح بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك السعودية بإطلاق تجريبي لنظام إدارة الشاحنات وحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونيا كشرط أساسي لدخول المنفذ، سعيا لتمكين الجهات الحكومية وتحسين أدائها كأحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى المنفذ وخروجها إلى دقائق معدودة. ويأتي هذا التعاون مكملا للخدمات التي أعلنت عنها فسح وتسهيلا لحركة عبور الشاحنات بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى مملكة البحرين بسلاسة وفي وقت قصير. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى إغلاقات البورصة في نهاية تعاقدات هذا اليوم، والبداية مع بورصتنا المحلية، فقد أقفل مؤشر البحرين عام في ختام عام 2019 على تقدم نسبة 0.12% مغلقا التداولات عند مستوى 1610 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 8,491,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,799,000 دينار تم تنفيذها من خلال 126 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية التي أغلقت في معظمها باللون الأخضر على ارتفاع. سوق المالية السعودية أقفلت بارتفاع يقارب نصف النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 8,039 نقطة. بورصة الكويت أقفلت أيضا على ارتفاع بنسبة 0.13% بإقفال عند مستوى 6,975 نقطة. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على ارتفاع بنسبة تقارب 17 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 3,981 نقطة. سجل صافي الربح لأكبر 10 شركات سعودية 490 مليار ريال، حيث تشكل نحو 94% من الأرباح الإجمالية لقائمة صحيفة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية، والتي بلغ إجمالي إيراداتها 522 مليار ريال. وحافظت أكبر 10 شركات في القائمة لعام 2018 على نفس ترتيبها في قائمة عام 2017 دون تغيير في الترتيب، وعلى رأسهم شركة أرامكو السعودية. وبلغت إيرادات أكبر 10 شركات 1.7 تريليون ريال، بحيث تشكل 82% من الإيرادات الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة، والبالغة نحو 2 تريليون ريال. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. محامي كارلوس غصن الياباني يعلن عن ذهوله لتواجد موكله في لبنان. قفز العجز في حجم التجارة الخارجية التركية على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة كبيرة وفق ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي. وكشفت البيانات الصادرة عن المعهد أن العجز في التجارة الخارجية التركية قفز بنسبة 232% لارتفع إلى 2.2 مليار دولار. وأوضح المعهد أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.1% على أساس سنوي. قال بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض أنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الجديد أوائل العام القادم 2020، لكنه أضاف أن تأكيد ذلك سيصدر عن الرئيس دونالد ترامب أو الممثل التجاري الأمريكي.
وقال نافارو أنه يجب عدم تصديق المصادر المجهولة أبدا، وأضاف أن الاتفاق سيخرج للعلن في أقرب وقت ممكن، وأنه لا يتوقع أي عراقيل قد تعطله. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال كارلوس غصن المدير المطاح به لتحالف رينو نيسان لصناعة السيارات، والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان، أنه متواجد حاليا في لبنان. وقال غصن في بيان أنه لم يفر من العدالة، ولكنه قد فر من الظلم والاضطهاد السياسي. وأعرب محامي كارلوس غصن الياباني عن ذهوله لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجري أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.